السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة كيف تصبح متعدد المؤهلات. السؤال ده أنا اتسألته من ناس كتيرة جدا، وناس كتيرة جدا زعلانة إن أنا ما جاوبتهمش. لأ أنا يا جماعة عمري أبدا ما أمنع عنكم أي معلومة. المعلومة سهلة جدا وبسيطة، بس محتاجة إرادة ومحتاجة تحدي. طبعا اللي سأل السؤال ده جميع الخريجين، خريجين علوم، خريجين بيطري، خريجين أسنان، خريجين صيدلة، خريجين طب بشري، خريجين علاج طبيعي، كل الناس دي سألت إزاي أبقى متعدد المؤهلات الطبية، وإنت عملت الموضوع ده إزاي؟ بداية أحب أعرفكم بنفسي دون كبر، أعوذ بالله من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، أبدا 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 أبدا، استحالة. ولا يتكبر أحد إلا من علة يجدها في نفسه، وكل ما الإنسان ترقى في العلم كل ما تواضع لله. تمام. بداية أنا اسمي محمد القفاص، حاصل على بكالوريوس الطب البيطري وجراحة الحيوان من جامعة الزقازيق، وحاصل على بكالوريوس الصيدلة جامعة فاروس، تقدير عام جيد جدا مرتفع، وحاصل على شهادة إتمام الدراسات العسكرية من الكلية الحربية، وأيضا بطل مصر والعرب وأفريقيا وبطل عالمي في لعبة مصارعة الذراعين والقوة البدنية، وحاصل على دراسات عليا، دبلومات في علوم الصيدلة وفي علوم الطب البيطري. طيب نبتدي بالطب البيطري. أنا جالي في التنسيق بعد الثانوية العامة كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، طبعا أنا من اسكندرية، فتوجهت لجامعة الزقازيق ودخلت المدينة الجامعية وحصلت على بكالوريوس طب بيطري. بعد كده تقدمت للكلية الحربية، حيث أن الكلية الحربية أو الجيش بيطلب دفعات من حاملي المؤهلات العليا. أي حد معاه مؤهل، ده غير الطالب بتاع الثانوية العامة. الطالب بتاع الثانوية العامة بيقدم بيخش الكلية الحربية بيقعد 3 سنوات وأربع سنين دراسية، يعني هم 4 سنين دراسية بياخدهم في 3 سنوات، بيبقوا طلبة أولى تانية تالتة رابعة. تمام. فانا كان معايا في الكليه طلبه رابعه، هم اقدم ناس في الكليه بيبقوا مسؤولين عن الطلبه الجامعيين، بيعلموهم العلوم العسكريه رغم صغر سنهم. انا كان معايا الدفعه 91، كان معايا الدفعه 91 اللي هي اللي قبلها دفعه الشهيد احمد المنسي. لا انا كان معايا الدفعه 92، معايا الدفعة 92، والشهيد أحمد المنسي كان الدفعة 93، كان معايا في الكلية الحربية الشهيد أحمد المنسي كان الدفعة 3، كان سنة تالتة، رابعة كان 92. تمام. الشهيد أحمد المنسي كان 93. طيب قعدت في الكلية الحربية واتخرجت من الكلية الحربية، وأدخلت في الكلية الحربية لعبة القوة البدنية ومصارعة الذراعين. يعني أنا أدخلت في الكلية الحربية لعبة القوة البدنية ومصارعة الذراعين، اهو الاتحاد المصري للقوة بيشكر الدكتور محمد القفاص لمجهوداته في الكلية الحربية. انا اللي ادخلت اللعبة دي في الجيش وفي الكلية الحربية. طبعا تخرجت، خدمت في الجيش فترة، بعد كده سويت معاشي وطلعت، واتجهت للعمل في شركات الأدوية كمندوب دعاية علمية بروموشن، وبعدين ابتديت عايز اعمل صيدلية خاصة بي. طبعا لقيت القانون بيمنع ويحول ان اي حد غير صيدلاني يرخص صيدلية، حتى لو طبيب بشري مش من حقه يرخص صيدلية. اللي من حقه يرخص صيدلية فقط هو الصيدلي. واحد هيقول لي لا انا اعرف واحد بتاع كفتة فاتح صيدلية، ده بيبقى فيه صيدلي باع الاسم بتاعه، يعني تحايل على القانون، تحايل على القانون. إذا ما ثبت
بالمستندات الاثنين يتحبسوا، الاثنين يتحبسوا والصيدلي يتشطب من النقابة. تمام؟ فطبعا كان الموضوع بالنسبة لي تحدي تحدي، فتوجهت لوزارة التعليم العالي، يا جماعة أنا عايز أخد بكالوريوس صيدلة. قالوا لي أنت طالما حصلت على شهادة، شهادة على نفقة الدولة ألا وهي بكالوريوس الطب البيطري، مش من حقك تاخد شهادة تانية على حساب الدولة. طب يا جماعة أنا عايز أدرس. وماله؟ عايز تدرس؟ ادرس على حسابك الخاص. فتوجهت لوزارة التعليم العالي بالمؤهل بتاعي، قالوا لي روح جامعة خاصة. رحت جامعة خاصة، طبعا الأقرب ليا جامعة فارس في سموحة، ايه اللي هيسفرني القاهرة مع ان القاهرة أرخص، يعني في جامعات في القاهرة أرخص. فرحت لسموحة، خدوا مني الورق وخدوا مني مصاريف أول ترم، مصاريف أول ترم على أساس لو تم قبولك. ففي شروط معينة. الشروط دي إيه بقى؟ الشروط دي إيه؟ لازم تكون علم علوم، لازم تكون ثانوية عامة، لازم تكون حاصل على فوق 90%، لازم تكون حاصل على فوق 90%. طبعا المصاريف حاليا، المصاريف حاليا فوق ال 80,000 جنيه في الترمين، يعني الترم ب 40,000 جنيه. لازم الفلوس دي تخلي بالك منها برضه، تمام؟ تقدمت وزارة التعليم العالي، قبلت لان انا استوفيت الشروط. بعد كده عملوا لي معادلة ما بين مواد طب بيطري ومواد صيدلة، طلع ان في مواد مشتركة، سنة من المواد المشتركة سنة. اذا انا درست 4 سنوات، لقوا سنوات مشتركة هي 44 ساعة بالظبط كريديت اورز، لان صيدلة جامعة فاروس ماشية بنظام الكريديت اورز وبالجي بي اي. تمام؟ جي بي اي اللي هو المعدل التراكمي للنجاح، معدل التراكمي للنجاح. كنت انا جايب 3.65، امتياز 3.85، امتياز 3.85، الجي بي اي 4 من 4، فانا كنت جايب 3.65 من 4، يعني جيد جدا، يعني قريب من الامتياز. كده انا حصلت على ايه؟ على بكالوريوس الصيدله. طبعا انا دخلت المبنى لقيت فيه صيدله واسنان، وحطيت بقى في نيتي ان انا ما اطلعش من المبنى ده غير وانا واخد مؤهلاته كلها، يعني هاخد صيدله وهاخد طب اسنان، مش هسيب حاجه، هكنس. لكن في حاجات بقى قابلتني فيما بعد. طبعا انا لما هتخرج من الصيدله هخش بمعادله ببكالوريوس صيدله وبكالوريوس طب بيطري علشان يشيلوا لي المواد المشتركه، هدرس 2.5 أو 3 سنين يبقى انا كده معايا بكالوريوس اسنان. واجهتني حاجه بقى، ان القانون بيقول لك ان انت مش من حقك تمارس مهنتين، مش من حقك تمارس مهنتين. فانت النهارده هتدرس طب اسنان، هنشيل منك الصيدله. تمام؟ فاذا كده انا بحرت في ميه. انا حاليا بدرس طب بشري لمجرد الدراسه، مش هتنازل عن تصريح مزاوله المهنه اللي معايا، لان انا خلاص فهمت الدرس. تمام؟ فانت النهارده خلي بالك خلي بالك خلي بالك، انت عايز تدرس مليون مؤهل، ادرس براحتك ولا حد هيقف قدامك. اهم حاجه الاشتراطات تكون متوفره لديك، مجموعه طبعا تكون علم علوم، مجموعه فوق 90%، معاك اللي هتعمل شهاده معادله في وزاره التعليم العالي يقبلوك او لا، طبعا المصاريف يعني سنويا هدفع لك 80,000 جنيه وكل سنه المصاريف بتزيد 5% او 10%. فانت من حقك، اي حد علم علوم وفوق 90% من حقه يدرس طب او صيدله او اسنان او طب بشري، اي حاجه عايز تدرسها ادرسها، اي مؤهل عايز تدرسه عادي جدا، فمعاك مؤهل واثنين وثلاثه واربعه، ومش تبقى بس رباعي المؤهلات، لا خماسي المؤهلات وسداسي المؤهلات وسباعي المؤهلات، زي ما انت عايز تدرس تجاره
تدرس، عايز تدرس حقوق تدرس، اللي انت عايز تدرسه، عايز تدرس علاج طبيعي ادرسه، مفيش اي مشكله، بس حط في اعتبارك القوانين، اذهب للنقابات واسال يا جماعه انا عايز ادرس كذا، المزاوله ايه؟ اتحاد المهن الطبيه، اتحاد نقابات المهن الطبيه اللي هو اسنان وطب بيطري وصيدله وطب بشري، يستحيل تمارس مهنتين في وقت واحد، هيسحب منك ترخيص مزاولة المهنة بتاع مهنة معينة. أنت اختار بقى، أنت عايز تبقى طب بشري معاك صيدلة، هيتسحب منك صيدلة. هيتسحب منك صيدلة. طالما أنت طب بشري، هيتسحب منك صيدلة. حلو؟ فخلي بالك النقطة دي في منتهى الأهمية، عشان ما تقعدش تدرس أربع خمس ست سنين وفي النهاية يجوا واخدين المؤهل اللي معاك. سواء المؤهل القديم أو الجديد، أنت بقى هتتخير. فانت كده او كده هيبقى معاك الشهادتين، مفيش مشكله، ما انا معايا الشهادتين مفيش مشكله، لكن ترخيص مزاوله المهنه لاحدهما سيسحب منك، وليس من حقك ان تزاول هذه المهنه. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. طبعا انا في اثناء الدراسه كنت شغال وبدرس، يعني كنت الصبح بدري الساعه 8 اكون موجود في الجامعه والكليه سكاشن عمليه لغايه الساعه 5، و5 اطلع اتوجه لعملي. والله كنت بنام في المواصلات، يعني اطلع المواصله كده ادفع الاجره شويه، ابص الاقي نفسي ساحب يصحوني يقولوا لي انزل. تمام؟ فطبعا موضوع شاق جدا، عايز تحدي وعايز ناس تكون واقفه في ظهرك. وانا من هنا بتوجه بالشكر لزوجتي اللي كانت يعني انا بدونها ما كنتش هجتاز التجربه دي، واقفه في ظهري في كل شيء، في كل شيء حق يقال، حق يقال، يعني انا احب ادي كل واحد حقه. فانت خلي بالك. في طبعا انا كان يعني ساعدني في الموضوع ده ايه؟ الجلد والتحمل، الجلد والتحمل. انا يعني اقول لحضراتكم مفيش مهنه ما اشتغلتهاش من صغري، من صغري مفيش مهنه ما اشتغلتهاش، ومحدش قدم لي اي مساعده في حياتي، ربنا بس هو اللي واقف معايا وزوجتي، ربنا وزوجتي واولادي وقفوا معايا ودعموني بجد بجد. فمحدش مثلا قدم يد المساعده بكلمه او بفلوس او باي حاجه، والله الموفق من فوق الجميع. في نقطه البطولات عايز اوريها لكم برضو، مش عارف كده واضحه، بطولات جمهورية آدي أول. أول يا ما مش هنخلص. أول اتحاد كمال الأجسام، أول الجامعة، الجامعة أول يعني لو في بتاع كرتون يجي يوزن بالكيلو أنا تحت أمره. مش عارف الكيلو ب 3 جنيه دلوقتي كرتون. الدولة يعني لم تقدر في أي شيء هذا الكلام برضو، وده نصيحة للرياضيين، أما تيجي تلعب حاجة العب حاجة يكون لها مردود برضو، بحيث إن أنت لما تاخد مراكز معينة الدولة تقدرك، لكن مجرد حتة كرتون بيضحكوا بيها على اللاعبين ولا ليها أي قيمة ولا معاش ولا أي حاجة. أنا اللعبة دي كنت بشوف لعيبة، والله العظيم ثلاثة، كنت بشوف لعيبة
بيطلعوا يلعبوا البطولات دراعهم بيتقطم اتنين زي الخياره، لانك بتقطم خياره كده بيلعب، ده بيلعب كده والتاني بيلعب بيلعبوا وضع كده غلط، الدراع بيتقطم اتنين. وفي النهايه القائمين على الاتحادات يقول لك ايه؟ اتصلوا له بالاسعاف. معقوله؟ اول اتحاد كمال اجسام تاني، اول شهادات تقدير من الجامعه، عارف كده شهادات تقدير من جامعه الزقازيق، الطالب المثالي، الطالب المثالي على مستوى جامعه الزقازيق، اعوام دراستي كلها الطالب المثالي، شهاده تقدير ايضا، شهاده تقدير، شهاده تقدير ايضا. مش هنخلص احنا لو قعدنا كده مثلا، انا جبت شهاداتي اللي في البيت كده مش هنخلص. ملخص يعني، الملخص مش هنقعد، احنا هنقعد ساعتين كده. ما كانش فيه بطولة لمدة 12 عام غير وانا داخلها اول، ودي خدت برضو من وقتي ومن جهدي. فاللي عايز يلعب رياضة يفرق ما بين حاجتين، الهواية والاحتراف. الهواية لازم تديها ساعة واحدة مرتين اسبوعيا او ثلاث مرات اسبوعيا. انا كنت بتمرن بالثمان ساعات، يمكن لو انا كنت بذلت المجهود ده في دراسة معينة كنت ممكن اخد مثلا اربع خمس ست سبع مؤهلات او اتخصص في شيء معين، لكن انا ضيعت وقت وجهد. او كان المفروض مثلا اتخير رياضة اولمبية، طبعا ده كان سوء تفكير على قد فهمي، انا كنت بتصرف بس طاقتي كنت مفرغها في اللعبة دي واحرزت فيها انجازات عديدة. يبقى ده كده السؤال بتاع التخصصات الطبية. ولا تنسى انك لن تستطيع مزاولة مهنتين، لن تستطيع مزاولة مهنتين. المعلومة دي تساوي نص مليون جنيه وخمس سنين دراسة. المعلومة دي تساوي نص مليون جنيه وخمس سنين دراسة، خمس سنين هتضيع من عمرك. فخلي بالك، المؤهل الجديد او القديم مش هتزاول المهنة بتاعتهم، خلي بالكم. واي استفسارات برضو انا تحت امره، دمتم رب بصحة وعافية، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.